فيوسف عليه السلام جاءه الفتيان وهو في السجن لأن النفس قد فطرت أن المحسن عامل جذب لها وآلة كريمة لاستعبادها، وإخوته وصفوه بذلك لما توسموا فيه من الخير والندى ما لا يوجد إلا عند المحسن. وهذا أمر لا ريب فيه أن المحسن في كل بقعة من هذه الأرض هو الطامحة إليه نفوس الخلق والمتشوف إلى معروفه كل أحد، فوجوده في مكان يضفي على الأرجاء عبقا نديا وعنبرا ورديا. وكم من حسرة وألم أن يفقد الخلق صفوة الصفوة ومدار الفضل والإحسان، فلا تفجع النفوس بمثل فقد خيارها وذهاب الأبرار منها. قال الشاعر: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف، كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد من أكنافها التلف. وقال غيره: ولما تبدلت المجالس أوجها غير التي عهدت من علمائها، ورأيتها محفوفة بسوى الأولي كانوا ولاة صدورها وفنائها، أنشدت بيتا سائرا متقدما والعين قد شرقت بجار مائها، أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها. ومن أجل المراثي التي رثي بها أهل الإحسان والجود كلمات أبي تمام حينما قال راثيا: كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر، توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر، وما كان إلا مال من قد قل ماله، وذخرا لمن أمسى وليس له ذخر، وما كان يدري مبتدي جود كفه إذا ما استهلت أنه خلق العسر. ألا في سبيل الله من عطلت له فجاج سبيل الله، وانثغر الثغر فتن كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر. ثم يقول بعد ذلك: غدا غدوة والحمد نسج ردائه، فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجر، تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. كأن بني نبهان يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر، يعزون عن ثاو تعزى به العلا ويبكي عليه الجود والبأس والشعر. ثم حبر نهايتها بأبيات تكتب على صفحات الأقمار قائلا: سقى الغيث غيثا وارت الأرض شخصه، وإن لم يكن فيه سحاب ولا قطر، وكيف احتمالي للسحاب صنيعة بإسقائها قبرا، وفي لحده البحر مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة، غدا تثوى إلا اشتهت أنها قبر، ثوى في الثرى من كان يحيا به الثرى، ويغمر صرف الدهر نائله الغمر، عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمره.